الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الإخوة الأعزاء خبراء وزارة العدل في جمهورية مصر العربية، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وأفريقيا، أبناء الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. اليوم إن شاء الله، وبعد أن تناولنا في سلسلة حلقات سابقة في دعاوى الحيازة وحمايتها إلى آخره، نلتقي اليوم في دعوة هامة جدا ونزاع خطير وهام جدا، ألا وهي دعوة الريع. على أنني أؤكد على ضرورة مراجعة دعاوى الحيازة لربط الأفكار تأكيدا على بناء الملكية والفكر الملكة والفكر القانوني التي دائما ما نؤكد عليها. ولأن دعوى الريع ترتبط بوضع اليد على العين محل المطالبة عنها بالريع، فلذلك نعيد ونؤكد على مراجعة دعاوى الحيازة التي سلف أن ذكرناها. وفي حديثنا عن الريع نبدأ كعادتنا دوما بالحديث عن مفهوم الريع، ونقول أنه هو مقابل حرمان المالك من استغلال ملكه. وهنا نوضح أنه يستحق الريع للمالك عن العين التي يملكها من وضع اليد الغاصب عليها، وذلك من تاريخ وضع اليد. ونوضح في هذا الشأن عدة نقاط هامة وخطيرة، وهي أنه أولا الريع هو مقابل وضع اليد الغصب، فهو تعويض عن الغصب ومنع وضع اليد مالك العين من استغلالها ويستغلها واضع اليد لحسابه الخاص بدون سند من القانون. ولذلك فإن الريع هو تعويض عن الغصب في استغلال العين المملوكة لطالب الريع. ولذلك يختلف الريع عن الإيجار، حيث نجد خلط أحيانا لدى بعض المختصين والقانونيين، حيث يقدر بعضهم الريع بالإيجار، وذلك حدث كثيرا لدى بعض الزملاء وبعض الخبراء حديث العهد بالعمل، حيث أنه الريع تعويض عن الغصب ومنع مالك العين من استغلالها ويستغلها وضع اليد لحسابه الخاص بدون رضا أو موافقة المالك. أما الإيجار فهو علاقة تعاقدية إتفاقية رضائية بين المالك والمستأجر، لقاء قيمة إيجارية معينة متفق عليها بين الطرفين. وهنا وضع الخلاف، وهنا الخيط الرفيع الذي دائما نتحدث عنه في دعاوانا وفي حلقاتنا السابقة. الأمر الثاني وهو أنه تتحقق الصفة والمصلحة في رفع دعوى الريع للمالك أيا كان وضعه في الملك، أي إذا كانت الملكية خاصة مفرزة أو ملكية شائعة، وسواء كانت الملكية الشائعة ملكية خاصة أي تملك حصة بالشراء مشاع في عقار، أو كانت هذه الملكية الشائعة بالميراث الشرعي. طالما كان طالب الريع مالكا وتم حرمانه من الانتفاع بملكه واستغلاله، وطالما تحقق الغصب واستغلال العين من الغير المطالب بالريع. ثالثا، وهذه الجزئية خطيرة وهامة جدا، وهي كيفية تقدير قيمة الريع.
تقدر قيمة الريع كمقابل تعويض عن منع وضع اليد بطريق الغصب لمالك العين من الانتفاع بها واستغلالها، ويتحقق ذلك بأن يستغلها لحسابه الخاص وضع اليد المغتصب، ولا يتم تقدير مقابل الانتفاع والاستغلال بقيمة إيجارية، وذلك وفقا لما سبق أن أوضحناه في الفرق بين الريع والإيجار. وهنا يكمن الخيط الرفيع الذي دائما نؤكد عليه في كل حلقاتنا في فهم الفرق بين الموضوعات، فلا علاقة بينهما غير وضع اليد الذي هو في الريع غصب وفي الإيجار وضع يد اتفاقي. رابعا، مدة المطالبة به والسقوط. مدة المطالبة بالريع هي من تاريخ ثبوت وضع اليد بطريق الغصب، وذلك على ألا تزيد مدة المطالبة عن 15 عاما، وهي مدة سقوط الريع. خامسا، ممن ترفع دعوى الريع وعلى من ترفع دعوى الريع. ترفع دعوى الريع من المالك أو من ورثته ومن كل من يكون له الصفة والمصلحة لتوافر الشروط الشكلية لقبول الدعوى، وترفع دعوى الريع على واضع اليد الغصب على العين المطالب عن استغلالها بالريع، وسواء كان وضع اليد فرض أو أكثر طالما ثبت وجوده بالعين ووضع يده عليها. سادسا، الاختصاص القضائي بدعوى الريع. الاختصاص القضائي بدعوى الريع هو أن ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المطالب عنه بالريع، ذلك بالنسبة لاختصاص المكان. أما بالنسبة لاختصاص القيمة، تكون المحكمة المختصة هي التي يكون مبلغ المطالبة المقدر في صحيفة الدعوة يقع في اختصاصها، سواء كان في ذلك يقع في اختصاص المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار، أو المحكمة الابتدائية الكلية التي يقع في دائرتها العقار، حسب المبلغ المطالب به. وعما إذا كانت الدعوة غير مقدرة القيمة فيكون الاختصاص أيضا للمحكمة الكلية. سابعا، إجراءات لابد منها تسبق رفع دعوى الريع. لابد من إثبات وضع اليد منذ حدوثه، وذلك بمحضر شرطة يحرر ضد وضع اليد الغاصب حتى تثبت حقك في الاحتفاظ بالمطالبة بالريع طيلة مدة 15 سنة التي سبق ذكرها. لابد أن يسبق الدعوى إنذار تكليف بالوفاء بالريع عن العين، وتوضح به العين المطالب عنها الريع تفصيلا حسب وجودها على الطبيعة بالمطابقة مع عقد الملكية كما ذكرت في الدعاوى المدنية السابقة، كما لو كنت تقوم بتصوير العين المملوكة لك على الورقة وأنت تحرر الإنذار، وتوضح بالإنذار التاريخ الذي بدأ منه وضع يد الغصب وإثباتك لذلك التاريخ وكيفية إثباته، وتقدر القيمة التعويضية بمبلغ تطالبه به حسب قيمة وسعر العقار السوقية. ويفضل أن تتخطى في القيمة الريع المطالب به الاختصاص القيمي للمحكمة الكلية، وذلك لتملك حق التقاضي إلى كل الدرجات حتى النقد. ثم تحدد في الإنذار مدة التكليف وقدرها 15 يوما كاملة، وبعد انقضائها تحسب من تاريخ السلام المدعى عليه للإنذار بالتكليف، وبعدها ترفع الدعوى وفق ما سبق أن ذكرنا في الاختصاص. وننوه إلى أنه
لابد من تحرير إنذار دقيق، لأنه ستتأسس عليه صحيفة الدعوة وكل تفاصيلها في إجراءات التقاضي، وستؤسس عليها الطلبات الختامية في الدعوة. على أن تحسب مدة التكليف كاملة ولا ترفع الدعوة قبلها، فتكون غير مقبولة شكلا لرفعها قبل الأوان، وتكون دعواك مستند أساسي أو أساسا فيها إنذار التكليف وسند الملكية للعين المطالب عنها بالريع. وبكده تكون دعواك صحيفتها مكتملة بمستنداتها، ثم تقدمها إلى المحكمة المختصة. وقبل أن نذكر صحيفة الدعوة كما تعودنا، سأذكر بعض النقاط الهامة والخطيرة المختصة بالريع أو الخاصة بالريع، والتي ترتبط بتناول الدعوة سواء في المحكمة ومذكرات دفاع المحامي أو في تداولها لدى مكتب الخبراء. وهي في البداية أتحدث عن نص المادة 458 فقرة 2 من القانون المدني، التي تنص على أنه للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك بغيره. ومفاد ذلك أن المشتري يتملك ثمر المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. يستوي في ذلك أن تكون الملكية قد انتقلت إلى المشتري أو تراخى انتقالها لوقت لاحق. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الريع لا ترتبط الأحقية فيه بتسجيل العقد الابتدائي، بل بمجرد واقعة تمام البيع بالعقد الابتدائي. وأنا أذكر في ذلك بعض الأحكام الهامة القصيرة لمحكمة النقض التي تؤيد ذلك، والتي تؤكد على أحقية مشتري العقار بثماره حتى ولو لم يسجل عقده. حيث ذهبت محكمة النقض وتواترت في أحكامها إلى أنه الحكم الذي لا يعطي المشتري الحق في ريع الشيء المبيع عن المدة السابقة على تاريخ تسجيل عقد البيع يكون حكما خاطئا متعين النقض. يعني أي حكم يصدر من المحكمة وما يديش المشتري بالعقد الابتدائي حقه في ريع العين المبيعة يبقى حكم ده خطأ. وقد ذهبت محكمة النقض أيضا إلى أنه عقد البيع الابتدائي يرتب حقا في الانتفاع للمشتري، وبالتالي له الحق في الريع إذا حرم من الثمار. يعني المشتري حتى بالعقد الابتدائي له حق في ثمار وريع العقار اللي هو اشتراه حتى ولو لم يسجل طالما حرم من هذه الثمار. كذلك ذكرت محكمة النقض في حكم الشهير أنه إذا كان المبيع شيئا معينا بالذات فإن بيعه بعقد ابتدائي ينقل منفعته للمشتري ولو لم يسجل العقد. طبعا الأحكام دي وعديد وعديد من أحكام النقض واضحة جدا في جزئية هامة وخطيرة وشائكة دائما ما يحدث عنها لبس سواء لدى المحامين أو لدى بعض خبراء وزارة العدل من أنه يرفض احتساب قيمة الريع بادعاء أن الملكية لم تسجل. وكذلك تقع هناك بعض الأخطاء في الأحكام الجزئية في هذه الجزئية تحديدا من رفض الدعوة لعدم تسجيل العقد، وهذه جزئية خطيرة جدا مخالفة للقانون ولما تواترت عليه أحكام النقض وأحكام جميع المحاكم المصرية. ولكن
في استكمال هذه الجزئيات، في جزئية بنتحدث عنها في حجية أحكام الريع. الجزئية دي أهميتها في إيه؟ إن لو صدر حكم بالريع سواء بالقبول أو الرفض عن العقار، ما هي حجية الحكم بالنسبة لاحتساب الريع عن مدد أخرى؟ وهنا بنقول إيه؟ إذا صدر حكم بالريع على مدة معينة فإنه لا ينسحب عن مدة أخرى لاحقة لم تكن محل المطالبة. يعني الحكم اللي صدر بحجيته ليست له حجية إذا صدر بالرفض على المدة اللاحقة، وإذا صدر بالقبول أيضا ليس له حجية على المدة اللاحقة. فكل مدة مطالبة من الريع لها خصوصيتها. ليه؟ لأنها مرتبطة باستمرار الحيازة والغصب من عدمه. فعشان كده القانون قال إيه؟ كل مدة منفصلة وليست لها حجية على المدة الأخرى، سواء صدر فيها حكم بالقبول أو الرفض. وكذلك في تقدير قيمة الريع المطالب به، لا يؤثر تقدير قيمة الريع أو احتساب الريع. يعني في بعض الخبراء يقوم يجي في آخر التاريخ يقول لك احنا شفنا كذا 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 في الريع واحتسبنا عن المساحة وعن الملكية قدر من الريع قدره كم ألف جنيه، ولكن احنا بنترك الأمر لحين استقرار الملكية للمحكمة. تقوم المحكمة بناء على التقرير ده تقول لك ده مفيش استقرار للملكية، ترفض الدعوة. ده طبعا كل الشغل ده خطأ. ليه؟ لأن لا يؤثر في احتساب قيمة الريع والحكم بها للمشتري بموجب عقد ابتدائي ضد وضع يد الغصب، حتى لو ولو لم تسجل ملكية كما ذكرت، لا يؤثر على ذلك إثارة بعض الخصوم في الدعوة لمشكلة حول الملكية، أو بيدعي إن الملكية لم تستقر وحولها مشكلة، عشان تبقى دي يعني سند الخبير أو سند المحكمة في رفض الدعوة. فمجرد خلق نزاع أو اختلاق نزاع على الملكية ده في حد ذاته لا يؤثر على احتساب قيمة الريع، كما تواترت على ذلك أحكام محكمة النقض. ليه؟ لأن احتساب مدة الريع بتتم على وضع اليد الغصب عن المدة محددة اللي أنا ذكرتها في الدعوة، عن العين اللي أنا تملكتها بموجب عقد ابتدائي واشتريتها بموجب عقد ابتدائي. طالما أن من وضع يده على هذه العين ثبت وضع يده بطريق الغصب، يستحق الريع في هذه الحالة حتى ولو لم يسجل العقد، وحتى إذا أثار الخصم أي نزاع حول الملكية لكي يدعي أن الملكية غير مستقرة ليتنصل من الريع المفروض عليه للمشتري مالك الشيء الذي تم وضع يده على ملكية أرضه أو عقاره بطريق الغصب. الجزئيات دي أنا كان لازم أتكلم فيها وأقولها ليه؟ لأن هي دي الجزئيات اللي إحنا دايماً بتواجهنا في المحك العملي، سواء في الخبراء أو في المحاكم. هذه الجزئيات تصار في المحك العملي، إن يدعي الخصم عليك بإن في نزاع ملكية عشان تتم وقف الدعوة لحين استقرار الملكية، ودايماً دايماً الطعم ده بيقع فيه كثير من الزملاء، سواء المحامين أو الخبراء حديث العهد بالعمل أو برضو المحاكم الجزئية، بتقع في هذا الفخ، وهو النزاع المفتعل لإثارة نزاع حول الملكية للوقف دعوى الريع. وده بالطبع إحنا لما بنحكيه بنقول إيه؟ عشان ما يخلش على العاملين بالقانون، سواء المحامين الشباب أو سواء الزملاء الخبراء الشباب أو السادة القضاة في المحاكم الجزئية، لا يخيل عليهم مثل هذا التصرف من الخصم بادعاء نزاع حول الملكية للتنصل من الريع الذي يحتسب على اغتصاب العين محل العقد المقدم في الدعوة. وسننتقل بعد ذلك إلى صحيفة الدعوة الريع. هي كأي صحيفة الدعوة
تحدثنا عنها في حلقاتنا السابقة. راجعوا الصحف الدعاوى التي ذكرناها، بتكتب في الدعوة المدعي اللي هو المالك أو ورثته أو من ينوب عنه أو يمثله قانونا، المدعي عليه اللي هو واضع اليد الغصب اللي احنا كلمنا عنه في طول الحلقة، وأعلنته بالآتي. بتحدد زي ما أنا قلت في الإنذار بالظبط، زي ما قلت في الإنذار اللي انت بتكلفه بدفع الريع بموجبه، قلت ايه؟ تحرر صحيفة الدعوة بالمضمون اللي احنا سبق ذكرناه في الإنذار، وتوضح العين محل التداعي حسب وجودها على الطبيعة بتوافقها مع سند الملكية، وكأنك تصورها على الورق تفاصيل كاملة. إذن تحدد العقار اللي انت بتطالب عنه بالريع تحديد كامل كأنك بتصوره على الورق، سواء كان العقار ده أرض زراعية بتحدد مساحتها والحوض اللي بتقع فيه الأرض، وتحدد حدودها الأربعة ورقم القطعة اللي موجودة فيها في الحوض الزراعي طالما أرض زراعية، وذلك عن طريق الخريطة المساحية. وطبعا بتذكر القرية أو البلد اللي هي موجودة فيها الأرض والمحافظة التابعة لها بالظبط، كأنك بتنقل من عقد البيع أو من البطاقة الزراعية الخاصة بها. ثم تذكر تاريخ بدء وضع يد الغصب، وده التاريخ اكيد انت اثبتته زي ما قلنا من شوية في حلقتنا النهاردة، انك بتثبته بموجب محضر شرطة عن الحالة اللي تم بيها وضع يد الغصب، عشان المحضر ده هيبقى سندك بعد كده في اثبات مدة وضع اليد وبدأ ازاي وايه اللي حدث في وضع اليد. وياريت المحضر ده بعد ما يستوفى ويطرد على النيابة ويتحفظ اداري بالطبع، يا ريت المحضر ده تجيب منه عدة صور رسمية. ليه؟ لأن المحاضر الإدارية بيتم دشتها بمضي كم سنة، 3 سنين أو 5 سنوات حسب ما النيابة تقرر، بيتم دشت هذه المحاضر، ولو رحت بعد كده تلجأ إنك تجيب محضر شرطة إداري تاني مش هتلاقيه، لأن هتلاقيه تم دشته أو هتجيب شهادة بدشت المحضر، ودي طبعا لن تفيد النزاع. عشان كده بقول إيه، في بداية أي محضر إداري وأول ما يتقفل ويصدر فيه قرار هات منه عدة صور رسمية يحتفظ بيها، لأنك مش هتلاقيه بعد كده وهو يعتبر مستند أساسي لديك في هذا النزاع. وكذلك إذا كانت المطالبة عن عقار مبني، تذكر الوصف الدقيق للعقار، وذلك كما ذكرنا في الأرض الزراعية، أي رقم العقار وحدوده الأربعة بحري إبلي شرقي غربي، ومساحة العقار ووصفه على الطبيعة وفي أنهي دور من أدوار العقار، الدور الأول ولا الثاني ولا الثالث في أي دور أو طابق من العقار، ووصف إنشاؤه يعني بالأعمدة الخرسانية ولا حوائط حاملة ولا عقار مبني دور أرضي بالطوب اللبن، توصف العقار بشكله تماما كأنك بتصوره على الورق زي ما دايما أول. كذلك لو هي أرض فضاء، مش أرض زراعية ولا عقار، أرض فضاء معدل البناء تطالب عنها بالريع، بتحددها زي ما انت حددت الارض الزراعيه بالظبط، الحدود ومكانها بالظبط، بتصورها على الورق زي ما انا قلت. ومن خلال ذلك وبعد انتهاء من تحرير موضوع الدعوه تبدا في تحرير الطلبات الختاميه اللي هي زي ما انا دايما اقول اهم شيء في دعواك، اللي هي هيصدر عنها الحكم، التي دائما ما نؤكد على دقتها، لأن الحكم سيصدر عن تلك الطلبات الختامية وذلك بعد الدبال. بعد ما تخلص الموضوع بتاع الدعوة هتقول لي وبناء عليه، أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلى إلى محل إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم حسب الأحوال، وقد أسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة حسب اختصاص المحكمة الجزئية أو الكلية اللي بيقع في دار طالعة العقار، وذلك بجلساتها التي تنعقد في يوم كذا كذا اللي هي هتحددها في جدول المحكمة ابتداء من الساعة 8 أفرانكي صباحا وما بعدها، ليسمع المدعى عليه إذا كان فرض أو المدعى عليهم متضامنين، لو هما مجموعة تقول بقى إيه متضامنين ومتضاممين، متضامنين ومتضاممين، متضاممين يعني ضامنين بعض
ومنضمين لبعض في كل شيء، في الالتزامات اللي عليهم، اللي هم واضعين اليد مع بعض بطريق الغصب، بيسمعوا الحكم متضامنين ومتضاممين، بيلزمهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره. إذا كنت أنت محدد المبلغ اذكره في صحيفة الدعوة مقابل الريع عن المدة من كذا اللي هي بداية الغصب إلى التاريخ اللي أنت حددته في إنذار التكليف اللي عملته في افتتاحية تجهيز الدعوة. عن العقار المحدد والموضح حدودا ومعالما بصدر صحيفة الدعوة وبعقد البيع المؤرخ كذا كذا، وذلك كما هو موضح بصدر صحيفة الدعوة، مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. هي دي صحيفة الدعوة، وبكده تكون حررت صحيفة الدعوة واضحة جاهزة للحكم فيها. ولكن نوضح أمرين هامين جدا. احنا شرحنا طبعا ان اختلط الامر لدى كثير من الخبراء الشباب الذين يباشرون دعاوى الريع، وللاسف يصدر حكم المحكمه بناء على ما انتهوا اليه في تقريرهم كاهل خبره، وبعضهم قد تعوز الخبره في مثل هذه الدعاوى نتيجه لقله الممارسه لحداثه العهد بالعمل. وهي انه بعضهم يتحدث في تقريره عن الأرض الفضاء محل وضع اليد على أنها لا تدر دخلا على وضع اليد. جزئية دي خطيرة جدا، يعني بيكتب في تقريره كده أن الأرض الفضاء لا تدر دخل، ملاش ريع. طبعا أنا بقول له آسف، الكلام ده كلام غلط. ليه؟ لأن الريع يستحق لمالك الشيء لأنه تعويض عن الغصب، أنت لأنك منعته من استغلال أرضه. الريع ده مقابل أنك منعته من استغلال الأرض الفضاء. أنا حر أستغلها زي ما عايز، هعملها ملعب كورة، هبني فيها، هبيع فيها خضار، أنا كمالك الأرض أستغلها زي ما عايز. أنت وضعت يدك على الأرض الفضاء يعني حرمتني من استغلالها لحسابي، وأصبحت كده أنت واقف حال استغلالي استغلالها لحسابي، يبقى أنا متضرر من هذا الغصب بمنع من الاستغلال. هو ده الريع اللي أنا بطالب عنه تعويض عن حرمان المالك من استغلال العين المملوكة له لوضع يد بطريق الغصب حتى ولو كانت أرض فضاء. ليه؟ لأن لا تحسب، لا أنا ما قلت أن ده أرض، زي ما قلت في أول الحلقة، لأن ده غصب مش إيجار، أنا مش بأجرها له عشان يحرمني منها، ده هو بالعكس، ده هو كده تعدى على حقوقي وأصبح مدين لمالك الأرض مدنيا وجنائيا في حيازة الأرض أيضا، وأصبح الريع قائم ومستحق من تاريخ ثبوت الغصب. كذلك أيضا بعضهم يتحدث في قضايا الريع التي هي عن وضع اليد عن عدم تسجيل عقد الملكية، وده أنا وضحته في بداية الحلقة، وهنا بقول إن القانون تحدث في ذلك بوضوح، وأنه يستحق المالك الريع عن ملكه حتى ولو لم تكن الملكية مسجلة والعقد عرفي. كما أؤكد أن على أن هذه الدعاوى تنتدب فيها المحكمة خبير تكون مأموريته كل جوانب الدعوى ومعاينة العقار وتحديد الريع المستحق عنه، لينتهي بتقرير هو غالبا ما تقضي المحكمة بما انتهى إليه. اللي انتهى إليه تقرير خبير في النتيجة النهائية هو المحكمة بتحكم عليه. ولذلك دائما ما نؤكد على ضرورة الاهتمام بالمناقشة مع الخبير جديا وبتركيز في محضر الأعمال، حتى لا يحرر الخبير في بحثه المنفرد غير ما تداول في المناقشة. وطبعا زي ما قلت في كل الدعاوى السابقة لابد من إرفاء ملف الدعوى عند رفع حافظة مستندات تحوي المستندات التي شرحناها في أول الحلقة، وذلك حيث أنه إذا أعلن المدعي عليه بشخصه وحضر من أول جلسة بشخصه هو أو محاميه، قد تحجز المحكمة الدعوة للحكم بجلسة اليوم لتحكم فيها بحكم تمهيدي بندب خبير في الدعوة، ويكون كل ما يقال أمام الخبير. فلابد أن تقدم ملف الدعوة جاهز عند رفعها
على اعتبار أنها ستنتهي من أول جلسة، وإذا ظهر أي مستند في الفترة ما بين رفع الدعوة والجلسة المحددة لنظرها قدمه في حوزة مستندات من أول جلسة أيضا. أعتقد أن احنا بكده تناولنا موضوع الريع بفضفضة، ولكن أنا إذا كنت بتكلم في دعوة الريع وبوجه نظر زملائي وأبنائي من شباب المحامين وزملائي وأبنائي من شباب الخبراء، فأنا بوضح لنقاط هامة جدا، وهي أننا كأسرة واحدة أنصار العدالة، سواء كان الخبير أو المحامي، إحنا أسرة واحدة، لابد أن تتضافر الجهود لإثبات حقوق المواطنين وحمايتها والدفع بهم إلى الحصول على حقوقهم، وليس إنكارها أو رفضها أو سقوطها في المحاكم بأخطاء، سواء كان من المحامي أو من الخبير. إحنا بنتعاون لإظهار الحقيقة، وأنا عايز أقول إن في النهاية إن ما يزعلش حد من توضيحي، سواء كان من الزملاء الخبراء أو من الزملاء المحامين. بكده أعزائي نكون قد تناولنا دعوى الريع بكل جوانبها الشكلية والموضوعية لحين صدور الحكم فيها إن شاء الله.